Yaşa. المشاهدين الإخبارية السورية وين ما كانوا عم يحضرونا، وصباح الخير لكل اللي انضموا لنا ليرافقونا برحلتنا الصباحية ضمن مساحتنا الزمنية. صباحنا غير معكم ما بيحلى إلا برفقتكم مشاهدينا، وتحيتنا الأولى من وجهها لكل جندي بالجيش العربي السوري آمن بقضية أرضه وشعبه وشكل بها المزيج الوطني معادلة مقاومة من العيار الثقيل أدهشت العالم بصمودها وبحرب المستمرة ضد الإرهاب حتى تطهير كامل تراب سوريا على توقيت أقدم عواصم التاريخ. موعدنا عم يتجدد معكم بمحطات عديدة وعناوين من نقشة مع ضيفنا بمحاولة منا لنسلط الضوء على نبض الحياة بالشارع السوري. أكيد جمعة مباركة بدي أتمناها لكل اللي انضم لرحلتنا الصباحية، وبدي صبح على كمان سالي. يسعد صباحك سالي. يسعد صباحك زينب. أكيد صباح الخير ونهار جديد إن شاء الله يحمل معه كل الأمل والسلام لكم مشاهدي الأخبارية السورية وما كنتوا موجودين. اليوم الجمعة 20 تشرين الأول، يوم جديد بنتمنى فيه الخير والسلام للجميع من قلبها الصرح الحضاري الشاهد على نبض الحياة بسوريا. عم نجدد الموعد معكم يوميا 9 الصبح مع ضيوف ومحطات ومواضيع جديدة، وأكيد صباح النصر لكل جندي سوري هو اليوم عنوان لبداية كل حلم وأمل جديد بحياتنا. رحلتنا الصباحية بلشت وموعدنا معكم عم يتجدد لكن بعد الفاصل. علي، معلومات جديدة وغريبة رح نتعرف عليها ضمن فقرة هل تعلم؟ خلونا نتابع سوا. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نتذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أنه هناك ساعة لا يوجد فيها عقارب ولا مؤشر عن الوقت؟ ببساطة كتب بداخلها الآن إشارة للوقت. هل تعلم وبحسب دراسة أن النساء يعتبرون معياراً جدياً لقياس جودة الأماكن العامة؟ فكلما زاد عدد النساء بمكان ما دل ذلك على جودته. هل تعلم أن إحدى الطرق الموجودة في الصين يسمى الطريق إلى السماء؟ وأخيراً هل تعلم أن بعض مقاهي روسيا يختلف نظامها عن مقاهي العالم، حيث تدخل وتشتري الوقت، تشتري ساعتين مثلاً، ثم تجلس لتشرب وتأكل ما تريد مجاناً خلال تلك الساعتين. يعني سالية شفنا فقرة هل تعلم أخبار غريبة شوي، مثل النساء هن معيار جدي لقياس جودة الأماكن، لهيك بنشوف نحن أي مكان جديد تلاقي فورا النساء. صحيح بالصدارة بيضلوا زينة. وكمان في تبع شراء الوقت فكرة حلوة، دائما نحن ما بنقدر نسبق الوقت، بس بهالفقرة شفنا أنه فينا نحن نقدر نشتري الوقت. نشتري الوقت بس عنا مدة محددة. تماما دائما في تقييد. أكيد. زينب هلأ رح نروح لكل يوم بتاريخ جديد بيتسجل معنا وممكن يكون فاصلة تحول بحياتنا، فشو هي أبرز الأحداث يلي تسجلت مثل هاليوم؟ خلونا نتعرف عليها مع بعض.
لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1798 اندلاع ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية على مصر. في عام 1973 الملكة إليزابيث الثانية تفتتح دار أوبرا سيدني، وذلك بعد 15 عاماً من البناء. في مثل هذا اليوم من عام 1989 فوز الكاتب الإسباني كاميلو خوسيه ثيلا بجائزة نوبل في الأدب. من أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1854 آرثر رامبو، شاعر فرنسي. في عام 1859 جون ديوي، فيلسوف وعالم أمريكي في علم النفس. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1890 ريتشارد فرانسيس بيرتون، مستكشف وكاتب ومترجم إنجليزي. في عام 1984 كارل كوري، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. زينب، مثل ما تابعنا بأحداث شهدتها 20 تشرين الأول، شهد 20 تشرين الأول وهو اليوم العالمي لهشاشة العظام لتعزيز الوعي الصحي حول مرض هشاشة العظام وكيفية الوقاية منه وطرق التشخيص والعلاج المتاحة للمرض. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع معنا الدكتور جهاد داغستاني، أخصائي بالأمراض العظمية. صباح الخير دكتور. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك وجمعة مباركة. خلينا نحكي بداية دكتور عن هشاشة العظام، وهو المرض يمكن الأكثر انتشارا بالعالم وعند المتقدمين بالعمر. خلينا نحكي أول شيء شو هو تعريف الهشاشة العظام، أو هي ترقق العظام أو وهن العظام. نحن بنسميه كمان هو اللص الصامت، يعني بشكل مختصر وبسيط الهشاشة العظام هي نقص كتلة العظم بوحدة الحجم. خلينا نعرف المبدأ الأساسي بتكوين العظم. العظم في بناء كتلة حية، هو في بناء وهدم بشكل مستمر. بالأعمار الصغيرة بيكون البناء أكثر من الهدم. كل ما تقدم بالعمر لبعد بعد 50 سنة عند السيدات بصير الهدم أكثر من البناء. فنحن أهم شيء حتى نحافظ على العظم تبعنا لازم بالمرحلة المبكرة بالطفولة بالشباب يكون غذاء، يكون رتم الحياة تبعنا الصحي حتى نحصل على عظم بعمر 50-60 سنة قوي. هشاشة العظام الخطر الأكبر منها هي الحدوث كسور. يعني بيجي مريض عمره 60-70 سنة بحركة بسيطة بصير عنده كسر عنق فخذ، خصوصا كسر عنق فخذ، أو بصير عنده كسور جهدية بانخماص أجسام الفقرات. بيجي المريض بيقول لي عم أقصر أنا الفقرة تبعهم، كل ما عم بيصغر الحجم تبعهم بصير كسور انهدامية بأجسام الفقرات. نعم تمام دكتور. يعني هشاشة العظام هو يصيب الرجال وأيضا النساء، ولكن عم نشوف النسبة الأكبر للنساء وخصوصا بعد دخولهم سن اليأس، أو هلأ عم يسموه عمر سن الحكمة. تماما، فينا نحكي ليش النساء أكثرنا عرضة لهذا المرض؟ هلأ كتير عوامل تلعب دور، هي يمكن حتى بلدنا أكثر، لأنه رتم الحياة عند السيدات هو رتم غير صحي أغلبه هذا. بس طبعا بعد قطاع الدورة نزل تأشير الهرمونات بصير عملية الهدم أكثر من البناء اللي حكيت إنه، فبصير ترقق عظام تدريجي شوي شوي. كتير ضروري نحن بهيك حالة لازم نعمل وقاية، لازم ناخد احتمال ناخد أدوية فيها كالسيوم مع فيتامين د، وأفضل ناخد كمان مثبتات للكلس خصوصا عند السيدات. هلأ بصراحة الرجال كمان بعد السن 60 بصير عظمهم يضعف، بس الفكرة الأساسية إنه كل ما نحن كان تغذيتنا ورتم حياتنا صحي أثناء الشباب، كل ما نحن عظمنا بأعمار كبيرة بيكون أحسن. الكويت تبع العظم ونوعية العظم تبعنا بيكون أفضل. فكتير نحن بنشدد على إنه الغذاء الصحي يكون، ويكون نوع في رياضة طبعاً. بدون العظم بينبنى لازم يكون في شوية ستريس على، إذا ما كان في رياضة لو لطيفة العظم ما حيقوى. يعني هي في المبدأ الأساسي بال.
دكتور، طيب شو هي الفئات العمرية اللي بتصيب هشاشة العظام بتصيبهم غير سن مثل ما قلنا الأربعين أو الستين عند الرجال، وشو أسباب الإصابة بمرض هشاشة العظام؟ هل في سبب علمي؟ هلا هي الفكرة الأساسية اللي حكيتها إنه نحن بالعظم هو كتلة حية في بناء أو هدم مش مستمر، مع تقدم العمر بصير الهدم أكثر بناء، فهي سنة الكون، يعني ترتيب رب العالمين إنه بصير العظم دي يضعف. بس في امراض مثل امراض الرسويه، في امراض العلاقه بالغده، الغده الدرقيه، في امراض هرمونيه بتاثر بتسوي ترقق عظام باكر. هلا نحن بشكل عام نحن انه عند اغلب السيدات بعد سن الخمسين بلش العظم الكثافه تبعه تقل مع تقدم العمر، فنحن لازم الفكره الاساسيه لازم نعمل وقايه قبل ما يصير عندنا ترقق عظام. كثير بيجينا مرضى بيراجعوني بيقولوا لي دكتور انا عملت تحليل كالسيوم، عملت كثافه طلعت طبيعيه، ما لازم اخذ شيء. لا، نحن لازم ناخذ، نحن ما لازم نستنى العظم حتى يضعف. هلا كل الدنيا بالعالم، بالمانيا، بماليزيا، كل بيعتمدوا على الوقايه، اساس العلاج لازم نعمل وقايه. فنحن دكتور الاغذيه لها علاقه بهذا طبعاً الشيء؟ يعني طبعاً. اللي ما بياكل حليب وبيض وهالقصص ممكن طبعا الوعد الغذائي والتعرض للشمس كثير ضروري. فإذا كان طبيعة الأكل تبعنا ما بتستوي كمية كافية من كالسيوم، مغنيسيوم، الزنك، وما في فيتامين د، هذا بيأثر على المدى البعيد. المبدأ الأساسي إنه لازم يكون في غذاء صحي، رتم الحياة صحي، رياضة لطيفة، نحصل على عظم كويس وما بنشوف دكتور. فهي المبدأ الأساسي. إحنا أهم شيء بصراحة المخاف إنه إن الكسور، الدراسة العالمية الأمريكية الكسور نتيجة ترق عظام عم تسوي مشاكل كثيرة. مويت عم نضطر نعمل تبديل مفصل ورك، كسر عنق فخذ، يعني المريض من وقعه بسيطه بس عنده كسر عنق فخذ. فنحن لازم ما نوصل للمرحله هي. هلا العظم بصراحه بيضعف، بس نحن هدفنا انه ما يضعف بحس يوصل لخطر الكسر. يعني هي المبدا الاساسي بالعلاج، الوقايه افضل من العلاج. هي اكيد دكتور، يمكن انعرضت هلا بعض الصور او لسه عم تنعرض حول الفارق بين العظم السليم والعظم المصاب بالهشاشه او بالترقق. خلينا نحكي شوي عن الاسباب الوراثيه، هل لها علاقه اذا كان مثلا شخص اهله ولا هو شيء طبيعي يصيب يعني بعد عمر معين الرجال كان او النساء، ولا ما لها علاقه كمان وراثه؟ الوراثه بتلعب دور، بس هي اغلب مو حكي انه يمكن رتم الحياه الصحي، رتم الطبيعه الاسريه، طبيعه التغذيه، التعرض للشمس، الرياضه. هلا النساء ببلش العظم يضعف عندهم بسنه الخمسين تقريبا. الرجال ببلش بعد الستين، وبلش منحنى البياني، بمنحنى البياني العظم يضعف مع تقدم العمر. تمام. هي الاساس، اساس كيف ما نحن بنبني عظمنا نحن شباب بنلاقيه بسن الخمسين. يعني نحن العمر الخمسين هو كيف 30 سنه، كيف كان رتم الحياه بعمر 30 سنه؟ يعني حتى الطفل مثلا اذا كان عم يتغذى بطريقه صح من وقت ما كان بعمر صغير، هذا الشيء بياثر للشيء اللي بعدين. طبعا هذا هو الاساس. يعني كل ما كان الوارد الغذائي بيحتوي مواد تحتوي على كالسيوم وفيتامين د، حليب، خضار، فواكه تازه. وكان في رياضه، نحن انا باكد اكثر شيء انه الرياضه. الرياضه هي اساس ببناء العظم. العظم بحاجه لجهد لو بسيط حتى ياخذ القوه تبعه. يعني رتم الحياه الغير الصحي، القعده فتره طويله، وعدم ممارسه الرياضه بتؤدي لضعف العظم تبعه. نعم. طب دكتور، شو هي المناطق اللي اكثر شيء بالجسم ممكن يصيبها هشاشه العظام عند الرجال والنساء، وكيف بيتم تشخيص هذا المرض؟ شو مضاعفاته؟ شو بيشعر المريض حتى يلجا للطبيب اخر شيء؟ هلا اكثر شيء الفقرات القطنيه، احنا اكثر شيء في عليها الضغط، عنق الفخذ، اسفل الكعبره، المعصم تقريبا. هلا في شيء اسمه قياس كثافه عظميه، هذا بنحدد كتلة العظم بوحدة الحجم نحن بنسميها. قياس كثافة كثير ضروري يكون، كثير ضروري لازم نعمل معاير للكالسيوم والفوسفور، فوسفات قلوية، والمغنيزيوم وفيتامين د. هلا بصراحة بلدنا احنا عم نلاحظ انه في كمية كبيرة من السيدات نتيجة رتم الحياة غير الصحي عندهم نقص فيتامين د، فنحن كثير ضروري بنشدد انه التعرض للشمس، الشمس قبل 10 الصبح أشعة غير ضارة، وقبل المغرب شي ساعة. فيهم ياخذوها مكملات غذائية كمان دكتور؟ هلا كل ما كان الشيء طبيعي كل ما أفضل. بس نحن ما فينا ناخذ مثلا يعني حبه كالسيوم، ما فينا ناخذ شيء 10 كاسات لبن مثلا،
ففي اوقات اذا كان في نقص كالسيوم لازم نعوض عنه. لازم اذا وفي حاله تكون في مشاكل بالغدد لازم نعالجه. اذا كان في نوع من سوء الامتصاص. هلا كل ما كان نوعيه الطعام جيده ورتم الحياه صحي كل ما كان العظم اقوى. تمام دكتور، خلينا ننصح النساء انهم يحللوا. طبعا في حال صار في آلام بفقرات الظهر، دائما هشاشه العظام احيانا بتتركز على فقره الظهر، بيكون وقتها في نقص بالمخازن لفيتامين د. شلون بدنا ننصح النساء؟ هلا اغلب الآلام نقص العظام بيكون آلام ليليه، بتكون آلام وهن عام. فنحن بننصحهم انه يعملوا، اي سيده تقطع الدوره انه عمل كثافه عظميه، والكثافه العظميه نعيدها بعد سنه، يعني يعمل مثل كنترول. وبننصح انه اي سيده عندها فوق ال 50 سنه لازم يفضل تاخذ كميه من الكالسيوم وتاخذ مثبت كلس. هلا في كذا انواع مثبت كلس، الطبيب هو بيقرر حسب الكثافه العظميه. يعني دكتور فيتامين د مو هو بيثبت الكالسيوم؟ الفيتامين د مو مثبت، هو احد العوامل اللي بتخلي الكالسيوم يعني بتيجي على العظم. تمام. بس المثبتات في كذا نوع وكذا طريقه حسب الكثافه العظميه. تمام. يعني اعطاء الكالسيوم الوحيدا من دون مثبتات كلس ما بنستفيد من الكالسيوم. نعم دكتور، خلينا يعني وصلنا على السؤال الاهم اللي هو كيف فينا نعالج هاي المرض، وهل بيختلف من حاله لثانيه حسب المنطقه اللي هو موجود فيها؟ طبعا في اذا كان عندنا، اذا وصلنا صعنا ترقع عظام شديد حسب ترقق فيه، او في كثير طرق نعطي، في اوقات بنضطر نعطي ادويه مثل كالسيتونين ميوكالسيك بتساعد على بناء العظم، وفي حالات البسيطه بنعطي ادويه بتثبت هدم العظم. المبدا اللي باكد عليه انه احنا الكتله العظميه هي كتله حيه في بناء وهدم بشكل مستمر، فنحن لازم نحاول نحدد بالهدم ونزود البناء حتى نحصل على كميه جيده من العظم. وممكن يوصل لنتيجه مثلى للمريض؟ طبعا، بس المشكله الاساسيه انه الادويه المثبتات العظم نتيجتها بتكون بعد مو مباشره بعد يوم، لانه نتيجتها حتكون بعد 3 اشهر. يعني احنا لازم نستنى ناخذ دواء نتيجته بدها تكون بعد فتره طويله. فالاساس العلاج الوقايه، احنا لازم ما نستنى حتى عظمنا يضعف. بس لازم ناخذ، لازم يكون غذائنا صحي ورياضه لطيفه، واذا اضطرينا ناخذ متممات غذائيه وكالسيوم مع مثبت كالسيوم حتى ما نوصل العظم يضعف. تمام. لان اذا ضعف العظم صار في كسر، فتنا بالمتاهه. تمام دكتور، بيختلف العلاج من شخص لشخص، من مرأة لمرأة، من رجل لرجل؟ اذا كان مثلا في امراض بيعاني منها الشخص بيختلف العلاج، ولا هو العلاج ما بيأثر بشكل عام، هو علاج واحد لجميع الاشخاص؟ لا طبعا، كل مريض اللي بندرس بحاله خاصه بتتعامل معه كحاله خاصه. في مرضى بنحتاج نعطيهم كميه كبيره من الكالسيوم، في مرضى بنحتاج نعطيهم كميه قليله، في مرضى بنعطيهم كالسيوم بنوم، بنعطيهم بس لهم الغذاء الصحي. يعني بيختلف من شخص لشخص وحسب العمر طبعا وحسب الجنس، طريقه التعامل مع السيدات غير التعامل مع الرجال كمان. بس المبدا الاساسي انه الغذاء الصحي، الرياضه اللطيفه، رتم الحياه الصحي، اكد على رتم الحياه الصحي. دكتور، دائما في اخطاء شائعه باي مجال صحي بسبب انتشار يمكن بعض المعلومات ان كانت صحيحه علميا او لا، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى بالمجتمعات. فشو هي الاخطاء الشائعه اللي عم تسمع عن هشاشه العظام اللي عم يمارسوها طبعا الاشخاص حتى يتجنبوا، وشو بتقول لهم نصائح؟ هلا مثلا بيجي مرضى بيقول لك قشر البيض بحطه مع الليمون بيطحنه بيشربه. الكالسيوم اللي بقشر البيض هو كالسيوم غير عضوي، ما بتقبله الجسم، فهي غير صحيحه. غير صحيحه. هلا مثل بفضل مثلا كاسه لبن افضل من كاستين حليب. اللبن افضل من الحليب. الكالسيوم فيه، الكالسيوم فيه اكثر من الحليب، وما في كوليسترول وشحوم. يعني السمك، كثير مأكد على موضوع انه السمك، الخضار، الفواكه التازه، دول ومأكد كثير انه لازم يكون في رياضه. يعني الشخص اذا كان شغله مكتبي لازم يكون في عنده قاعد ساعه يتمشى 5 دقائق، ما يقعد فوق الساعه. نعم. بس كمان ما بنصح انه يجي يلعب دغري سنه كامله ما عم يلعب رياضه يجي يحمل اوزان، لازم يكون رياضه تدريجيه. نبلش من رياضه خفيفه، بعدين سباحه، بعدين في مشي، بعدين ركض، بعدين تحميل وزن جزئي تدريجي بده تكون.
تمام. يعني دكتور لكل يلي عم يتابعنا واللي عم يتابع حضرتك، بدنا نصائح عامة لتفيدهم بهيدا المرض اللي هو شائع ومنتشر. على الأساس هو نحن الطفولة، كل ما بنغذي أولادنا بشكل صحي كل ما الأولاد بتعلموا كيف طريقة التغذية بالشباب بصير بالكبار. فهي هي حكيتي عامل وراثي، هي كيف ثقافة الأسرة. فكل ما الأسرة كان ثقافتها صحية، إنه كان غذاء صحي، رتم الحياة صحي، الطفل بتعلم كيف بيعلم كيف يغذوا أهله، كيف يعني بيعلم أولاده بعدين. فنحن لازم يكون غذائنا يعني ثقافة تثقيفية تكون صحية. دكتور شكرا لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله نستضيفك هيك بحلقات جاية نستفهم أكثر عن العظام وكيفية الحفاظ عليها كمان. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. أكيد نشكر وجودك معنا ويسعد صباحك مرة ثانية. سالي بدمشق رح نبقى، حيث عقدت رابطة الأطباء الأشعاعيين السوريين مؤتمرها العلمي السنوي 11 تحت عنوان الأشعة علم متعدد الاختصاصات عام 2017. تفاصيل مع زميلتنا هزار عبود. بعد انقطاع يعود المؤتمر العلمي السنوي لرابطة الشعاعيين السوريين بدورته 11 إلى الحياة وبجهود كبيرة. الافتتاح بدأ بقص الشريط الأحمر الذي كان البوابة لسلسلة من المحاضرات العلمية الطبية وبمجالات متعددة ضمن مشفى الأسد الجامعي، فضلاً عن جولة بين أجنحة المعرض الطبي الذي ضم أحدث الأجهزة الطبية. الأشعة تستخدم تقنيات متعددة في إطار الاستقصاءات الطبية، يعني نحن فينا نستخدم الأشعة إكس، فينا نستخدم الطبق المحوري، فينا نستخدم الأمواج فوق الصوت، فينا نستخدم الرنين المغناطيسي لنشوف مختلف أعضاء الجسم والأمراض في تلك الأعضاء إذا كان في عنا شيء واضح سريري واضح. طبعا بهذا الإطار إذن هو فرع طبي تحتاج إليه كل الاختصاصات الطبية. ما في اختصاص طبي سواء كانت قلبية أو صدرية أو عصبية أو هضمية إلا بده هذا الاختصاص ليقدم له المعلومات المساهمة التشخيصية المناسبة في كشف كثير من الأمراض وأيضا معالجة الأمراض تحت تلك. أيضا في كتير شغلات نقدر نعالجها تحت أجهزة التقنيات الشعاعية المختلفة. من خلال هذه الروابط نقوي نشاطاتنا العلمية ونكثفها، وبمساعدة زملائنا الأصدقاء من دول مجاورة ودول غربية يحضرون مؤتمراتنا ويشاركونا تبادل العلمي والاطلاع على أحدث المستجدات رغم الظروف التي عانوا منها لوصولهم إلى سوريا بسبب موقف حكوماتهم السلبي من سوريا، ولكن نحن أطلعناهم على الواقع الصحي الذي نحن فيه والصعوبات التي عانينا منها بسبب الحصار التي فرضوه، وعبروا عن استيائهم من هذا الحصار الظالم ووسائل التضليل الإعلامي التي اتبعت ضد سوريا. وبقي لحضور الوفد الفرنسي أثره الخاص للمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر، فيما بقيت عيون الزوار شاخصة إلى مشاركة سوريا أوجه الحياة على أرضها. أوثق إنه وأشهد على الجهود التي تبذل من قبل الأطباء السوريين للمحافظة على سويتهم والاستمرار في نشاطاتهم. سعيد أيضا بصفتي مواطن وبصفتي صديق قديم لسوريا، لأنه عم بشوف إنه الحياة تعود تدريجيا لطبيعتها وإنه سوريا عم تسترجع تدريجيا ولكن بشكل محقق لسيادتها والسلام فيها. Alors je suis très très heureuse d'être parmi vous. Comme je vous le disais, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens en Syrie. الحقيقة مشاركة الأستاذة الدكتورة فيرونيك بوتي تتعلق باختصاصها اللي هو سرطان الثدي. في عندها كذا مداخلة في هذا المجال، وخصوصي فيما يتعلق بالكشف الباكر عن سرطان الثدي ومعالجته. من ناحية تانية حابة تشارك في النقاش حول إعادة إعمار القطاع الصحي في سوريا اللي تضرر كثيرا بفعل الإرهاب والتخريب.
أيام علمية بدأت بحضور كبير لأطباء سوريا وفي مجالات توعوية متعددة، فيما يبقى لعودة العلاقات الطبية المشتركة بين سوريا وفرنسا خطوة يطمح لها الأطباء الفرنسيون المشاركون. زينب، هلأ صار وقت نروح بجولة على أبرز الأخبار الثقافية، والبداية من دمشق عفواً، وانطلاقاً من أهمية الدليل الإرشادي لعرض المواقع العائدة للجهات العامة للاستثمار السياحي، أقامت وزارة السياحة ورشة عمل للعاملين بمديريات المشاريع السياحية. التخطيط والدراسات السياحية والاستثمار ومركز خدمات المستثمرين إضافة لمديريتي سياحة دمشق وريف دمشق، تمحورت الورشة حول الدليل الإرشادي للمشاريع السياحية والتوظيف السياحي والعقود الناظمة وغيرها. تفاصيل أوفى مع الزميلة لينا شيبون. الورشة اليوم هي فيني أقول أنه إعادة هيكلية لطريقة العمل مع المشاريع السياحية كافة، لأنه في نحن عنا عدة نقاط، في عنا اتصال المديريات ببعضها، هيكلية العمل، التواصل بين المديريات أساسية، لأنه العمل الاستثماري، البيئة الاستثمارية هلأ نحن إن شاء الله طالعين من مرحلة لمرحلة تانية إن شاء الله بتكون أفضل، فيعني هاي المرحلة الأساس تبعها هي إعادة الاستثمار، دفع المشاريع المتوقفة للعمل مرة تانية. البيئة الاستثمارية التشريعية موجودة، بس هلأ نحن بدنا نعمل موضوع أنه تسهيل المرحلة الجاية مختلفة عن المراحل الماضية، في مراحل، في مشاريع متوقفة بدأت أقلع، في مشاريع لسه ما أقلعت كمان، في عنا شروط بدأت أقلع فيها. الورشة هون عم تحاول تعمل جهز البيئة مسبقاً إن شاء الله لما تيجي الاستثمارات تكون فوراً قابلة للإقلاع. الورشة كثير رح تقدم لنا معلومات مفيدة، خصوصي كأنا موظفة بمديرية التخطيط السياحي والدراسات، لحتى نقدر نعرف كيف منعد برنامج توظيف يكون يعني متناسق مناسب كثير للمستثمر ويجذب مستثمرين كثير لحتى يجوا. إضافة إنه نحن ما نعمل نعد البرنامج التوظيفي مثلاً ما يتعارض مع دفتر الشروط، ونحدد المحاور السياحية الموجودة وعدد منشآت الإطعام بما يتناسب مع الموقع، يعني ما يكون شيء بعيد عن الموقع وبعيد عن المكان الموجود وبعيد عن رغبة المستثمر. سيد الوزير أكد خلال الاجتماع على موضوع الحد من التعقيدات الروتينية الإدارية البيروقراطية، الفساد الإداري، تعقيد الإجراءات، مشان تكون خطوة مهمة لجذب المستثمرين وتحقيق الاستثمارات عنا بسوريا. اليوم الحقيقة كانت الورشة العمل كتير جيدة بالنسبة للمهندسين الجداد، هي ورشة تدريبية للتعرف على عمل الوزارة بشكل دقيق جدا، من آلية عرض المشاريع السياحية، المواقع السياحية التابعة للوزارة وللجهات العامة، إعداد برامج توظيفية معينة، إعداد دراسات تخطيطية، جدوى اقتصادية، وصولا لعرض المشروع للمستثمر بصيغة مثالية بحيث تجذب الاستثمارات حاليا ومستقبلا بالفترة المقبلة. زينب، بالأجواء الطبية رح نبقى مع ندوة تثقيفية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم، وذلك برعاية وزير الصحة الدكتور نزار وهبة يازجي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا في فندق الشام بدمشق. تفاصيل أكثر بتقرير زميلتنا هالة السعدي. ندوة تثقيفية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، وتحت عنوان سيدتك شفي أبكى لتطمئني أسرع. نحن بشكل دوري بنساوي حملات، منها حملات اللقاح
وحملات توعية وحملات من أجل سرطان الثدي، بكون بالوقت الراهن نحن في شهر عالمي لسرطان الثدي. طبعا نحن منذ ما يقارب الأسبوعين انتهينا من حملة لقاح الحصبة التي دامت أسبوع كامل بإلقاح جميع الأطفال في كافة المحافظات، وانتقلنا إلى بواحد الشهر وترافقت معه ببداية الشهر بحملة لقاح الشلل اللي نحن دائما مستمرين بوقاية مستمرة لأطفالنا بشكل دائم. ولكن بهمنا مع الأطفال هن السيدات. يعتبر الكشف المبكر عن هذا المرض من أهم الأسباب لتفادي الحالات الكثيرة والعديدة، وبهذا السياق قمنا بدعم وزارة الصحة من خلال تقديم أجهزة ماموغرامز وأجهزة أمواج فوق صوتية، وذلك من أجل التصوير والكشف المبكر عن الحالات سرطان الثدي التي تصيب النساء في سوريا. الندوة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر عن السرطان، خاصة سرطان الثدي وسرطان الرحم وعنق الرحم، والتي تعد من أخطر أنواع السرطان التي تصيب النساء، وإلى ضرورة توخي الحذر من مضاعفات المرض والتنبه لسبل التشخيص والعلاج، وضرورة التوجه إلى وحدة الكشف المبكر عن الأورام بكافة المحافظات والتي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة خصيصا للكشف المبكر عن السرطان. وإلى الجزائر، فقد اختتمت في العاصمة فعاليات المهرجان الثقافي للموسيقى الكلاسيكية بدورته 9، وبمشاركة سورية لافتة للأوركسترا السيمفونية السورية بقيادة المايسترو ميساك باكبوديريان، والتي قدمت 5 مقطوعات. وقدمت إدارة المهرجان للأوركسترا السيمفونية السورية درعا تكريميا. تفاصيل أوفى مع مراسل الإخبارية السورية في الجزائر أمين بورجلة. برائعة عليك مني سلام كان الختام، ختام 5 ليال من الموسيقى الكلاسيكية التي هزت فيها الفرقة السورية أوبرا الجزائر. حناجر دوت في القاعة فاهتزت لها الجماهير بالزغاريد والوقوف لحضرة الموروث الشامي الأصيل. اليوم نحن جايين بأرواحنا لحتى نغني، وجايين من كل سوريا لحتى نغني ونكون موجودين، لأنه بعد 6 سنين حرب أنه نكون موجودين على المسرح وعم نغني، فهذا إنجاز كتير كبير، وهذا إيمان بضرورة الثقافة وأهمية الثقافة، أهمية الموسيقى تكون موجودة بحياتنا. كل مرة بنجي فيها على الجزائر بتكون أحسن من اللي قبلها، كل مرة عم نحس أنه عم نجي على بلد كتير مضيف، الشعب كتير طيب وكتير بيحبوا السوريين، نحن كتير بنحب الجزائريين. تألق دمشق في المهرجان كان بانسجام وتناغم موسيقى راقية قدمها كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى، بمقطوعات زاوجت فيها بين عضوبة اللحن الشرقي وتقاسيم الموسيقى الغربية، ثم اختتمها بروائع من التراث الجزائري. رسالة إلى العالم أجمع أن سوريا هي بلد السلام، وشعب سوريا هو شعب المحبة، وسنبقى نقاوم وسنبقى نقاتل إلى جانب جيشنا للتخلص من آخر إرهابي، ولنفرض السلام والمحبة على العالم أجمع. سوريا لما تكون ضيفة شرف ولا ضيفة ولا مشاركة في هذا المهرجان، تشاهد أن الجمهور كله يصفق على سوريا، على سوريا الحبيبة التي هي جزء من تاريخ شعب الجزائر الشقيق. رسالة سلام ومحبة حملتها المجموعة الصوتية السورية من أرض الياسمين إلى الجزائر، رسالة علقتها الموسيقى الكلاسيكية الروسية المعتقة، فامتزجت الألحان في شجون ووقار. احتفت أرض الشهداء بالموروث السوري وجددت العهد مع الأشقاء في رسالة أمل عنوانها سوريا إلى بقاء واستمرار. مسك الختام، وأي ختام كان على وقع هذا الكورال الرائع الذي أبدعت فيه حناجر الأوركسترا السورية، تناغمت فيه تقاسيم عربية جزائرية، شنفت الأذان بعذب الألحان من بلد الشعب. أمين برحلة الإخبارية السورية، الجزائر.
أكيد سالي بدنا نوجه تحية للأوركسترا السيمفونية السورية أكيد. بقيادة المايسترو ميساك باكبودريان بالجزائر اللي عم تقدم عروض كتير مهمة وتقدم لمحة عن الإبداعات بسوريا، بنوجه لهم تحية أكيد. هلأ خلصت جولتنا الثقافية متابعين، لكن بعد هالفاصل تذكروا زينب بيقولوا بين تشرين وتشرين في صيف تاني، لكن ب 27 تشرين الأول رح يضبط السوريين ساعاتهم على التوقيت الشتوي، فشو سبب التغير بالوقت؟ شو تأثيراتها وليش مناطق معينة عم تخضع لهذا التغيير دون مناطق أخرى؟ أسئلة نطرحها على رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد سالي، يسعد صباحك زينب، صباح الخير لجميع المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. يعني كنا عم نحكي هلا تحت الهواء أنه الجمعة الجاي في توقيت شتوي. صحيح. خلينا نحكي عن الفرق بين التوقيتين الشتوي والصيفي، وليش يمكن العالم شوي استغربت تتأخر هالسنة التوقيت الشتوي. تمام. هلا مثل ما تفضلتوا بين تشرين وتشرين صيف تاني عم نشعر فيه هلا بشكل واضح. موضوع التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي، نحن يوم 27 تشرين الأول رح نرجع لتوقيتنا الطبيعي اللي هو التوقيت الشتوي. التوقيت الطبيعي لسوريا هو التوقيت الشتوي، أما التوقيت المعدل هو التوقيت الصيفي. الفكرة بدأت من عام 1784 بنيامين فرانكلين اللي مرسوم صورته على العملة الأمريكية. هذا العالم كان بزمانه سفير أمريكي بفرنسا، فلاحظ أنه الباريسيين بيستخدموا الشموع بشكل كتير كبير، فبعت رسالة مجهولة المصدر، ما في هو كدبلوماسي يقول لهم أنه أنتوا كتير مسرفين بالشموع، فبعت رسالة طلب فيها من الحكومة الفرنسية فرض ضرائب على كل من يجدل الستائر ويستخدم الشموع بشكل كبير. من هون ومضت فكرة تبديل التوقيت لاستغلال الطاقة. هذا الموضوع ما أخذ حقه لحتى عام 1916 نيسان بالحرب العالمية الأولى، لما الألمان لاحظوا أنه بالصيف استهلاك الفحم يختلف عن الشتاء، فطلعوا فكرة التوقيت الصيفي اعتمادا على دراسات العلماء منهم ويليام وليت ومنهم هيردسون اللي هو كان عالم حشرات. ويليام وليت ايضا يعني الفكره نبعت ايضا من مفارقه، ويليام وليت كان لاعب جولف، فكان ينزعج بالشتاء بيخلص وقت اللعب على السريع، بالصيف معه وقت اكثر، فطالب انه يكون التوقيت دائما صيفي. اما هيردسون فلاحظ انه الكائنات الحيه او الحشرات لها توقيتها الخاص المختلف عن الانسان تماما، ساعات نومه ساعات نشاطه. من هون بلشت تومض فكرة تغيير التوقيت. أول من استخدم الألمان عام 1916 لما لقيت هالفكرة نجاح كتير كبير، مباشرة بعد عام لحقوا للألمان لندن فرنسا، وبدأت تنتشر هالفكرة بالعالم. مع نهاية الحرب العالمية الأولى ردت رجعوا سكروا على الفكرة، مع بداية الحرب العالمية الثانية ردوا رجعوا فكرة تغيير التوقيت. التوقيت مرتبط بالحروب كان تماما. ليش؟ لأنه في الفكرة بالطاقة. بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية في بعض الدول حافظت على تغيير توقيتها، في بعض الدول لا، لغت الفكرة. حديثا بعام 1900 عم نحكي بالثمانينات والتسعينات بدأت كل الدول توحد مصطلحاتها على تغيير أو عدم تغيير توقيتها. لكن بدي ركز على نقطة كتير مهمة، نحن توقيتنا الطبيعي هو الشتوي، التوقيت المعدل هو الصيفي. يعني ب 27 تشرين الأول رح نرجع لتوقيتنا الطبيعي، لكن أيهما الأفضل، الطبيعي أو المعدل؟ هون دكتور السؤال. كنا نسأل عن التأثير للتقويمين، يعني مثل ما تفضلت حضرتك التأثير للتقويم الطبيعي اللي هو ببلش ب 27 تشرين الأول، والتأثير الثاني اللي هو التوقيت الصيفي اللي نحن بنعتمده تبعا لتغير الفصول. تمام. هلأ سبب التوقيت، سبب تغيير التوقيت هو ميلان محور دوران الأرض 23 درجة ونص. هذا هالميلان بمحور دوران الأرض يجعل أشعة الشمس الساقطة على الأرض يختلف من فصل إلى فصل، من شهر إلى شهر. مثل ما بتعرفوا بالاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي يتساوى تقريبا طول الليل والنهار،
بعد الاعتدال الخريفي يبدأ الليل بالطول والنهار بالقصر، وبالعكس بعد الاعتدال الربيع، يعني مع فصل الصيف نلاقي نهار طويل والليل قصير، مع فصل الشتاء نهار قصير والليل طويل. فبالتالي نحن بنعدل ساعاتنا للاستفادة من ناحية الليل والنهار القصير. لكن إذا نشوف الفوائد والسلبيات، أول شيء عندنا موضوع التوقيت. نحن لما نغير توقيتنا اتفقنا نحن عم نعتمد على موضوع الشمس. التوقيت الصيفي هو التوقيت المناسب لأهل المدينة تماما، التوقيت الشتوي هو التوقيت المناسب لأهل الريف تماما. توقيت الصيفي أولا نهار طويل، بالتالي في عنا نشاط أكثر، في عنا دوام نقدر نعمل فيها نشاط، نقدر نتسوق، نقدر نروح مثلا نجي، يعني في معنا وقت بعد الدوام مثلا يكون حر. أما بالتوقيت الشتوي منلاحظ أنه الفترة ما بين انتهاء الدوام وما بين حلول الظلام قصيرة. بمعنى نحن هلأ مثلا بيعتم الدنيا بتبدأ غروب الشمس على الساعة 6، بعد 27 تشرين الأول بتصير غروب الشمس على الساعة 5. نعم. فبالتالي ينتهي يومنا تقريبا على الساعة 5، أما الآن ينتهي يومنا الساعة 6، معنا ساعة بيقصر. حوادث السير تزداد بالتوقيت الشتوي. السبب في كتير ناس تنزعج من أضواء السيارات والقيادة ليلا، بالتالي هي الحوادث كلها بتقل لأنه نسبة القيادة بالشتاء ليلا أكثر منها بالصيف ليلا. أهم شيء وأهم معيار لنا وهو موجهنا الطاقة. الدراسات كلها موجودة، أثبتت الدراسات أن استهلاك التيار الكهربائي بالشتاء أكثر منه بالصيف، بغض النظر عن التدفئة. نحن عم نحكي على إنارة. ليش؟ نحن لما تعتم الدنيا الساعة 5 نشعل الضوء، شعلناه الساعة 5، بينما لما تعتم الدنيا الساعة 6 كسبنا ساعة. مؤسسات الحكومية إلى آخره إلى آخره، كلها هي عم تكسب طاقة. إذن عنا المعيار الأساسي بالتوقيت الصيفي هو الطاقة. هلأ مشاكل تغيير التوقيت مشاكل كتير كبيرة. مثلا نحن بتلاحظوا أنه بدنا يومين ثلاثة لحتى نتأقلم ما بين تغيير التوقيتين، وياما في ناس تتحجج بتأخير مواعيدها على تغيير التوقيت، لأنه فيزيولوجية الإنسان بدها وقت لحتى تتأقلم مع تغيير التوقيت. اثنين، صار في حادثة من الفترة الماضية صارت بألمانيا، الحديد بده ساعة ليبرد ليتحول لفولاذ، إذا ما تعرض لتبريد ساعة بينفجر وبيعمل كارثة. بالفعل بسبب تغيير التوقيت ما تعرض الحديد بألمانيا للتبريد ساعة، فصار في كارثة بألمانيا، صار في انفجار الحديد وتسبب ضحايا. حجز الطيران بتغيير التوقيت كمان بيسبب إشكاليات. ليش؟ مثلا نحن بسوريا ب 27 تشرين الأول من غير التوقيت، لكن بغير دول مو ب 27 تشرين الأول، بغير وقت. فبالتالي في صار كل دولة عندها معيار خاص فيها. نحن بسوريا آخر أسبوع بآخر بشهر آذار وآخر أسبوع بشهر تشرين الأول، فبالتالي نحن عندنا هذا التوقيت بيتغير فيه الوقت. مثلا بلبنان لا، بلبنان مثلا أول أسبوع من تشرين الأول، أول أسبوع من آذار مثلا، بدولة تانية يختلف. فالدول جمعت هالمعلومات بالإضافة للمعلومات عن الطاقة، بالإضافة للمعلومات عن السياحة. نعم. وأثبت حديثا أنه ميزانية سياحة أو عائد المنتجعات السياحية وعائد مشاريع سياحية بالصيف أكثر منه بالشتاء، يعني بالتوقيت الصيفي أكثر منه بالشتاء. مشان هيك معظم دول العالم يلي كانت تغير توقيتها بين الصيف والشتاء اعتمدت على توقيت واحد اللي هو التوقيت المعدل، اللي هو التوقيت الصيفي وليس الشتوي. يعني ما اعتمدت على توقيتها الحقيقي، لا، رجعت على توقيتها الصيفي المعدل. فكمان نحن هون عم نعمل حملة لحتى نحن نقدر نعطي التفاصيل العلمية لموضوع التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، ونشوف أهمية التوقيت الصيفي. يعني نحن قلنا بسوريا اليوم نحن عنا تعرفوا الطاقة هي أهم شيء، اليوم الأجدى قلنا بسوريا أن نبقى على التوقيت الصيفي. طيب هلأ بيجينا الاعتراضات، الاعتراضات بتقول طيب طلاب المدارس بالتوقيت الصيفي يخرجون إلى مدارس. أنا آسف سالي، بدك تسأليني؟ لا لا، أخذ راحتك. المدارس سؤال لزينب. تمام. المدارس عم يطلعوا الطلاب، بيطلعوا بتلاقوا الدنيا عاتمة. طيب هي مشكلة التوقيت الصيفي، الحل بكل بساطة أنه نأخر دوام طلاب المدارس. بالفعل عنا إشكالية كمان من حلة، هي خروج طلاب المدارس والموظفين بنفس الوقت على أعمالهم ومدارسهم. هذا بيسبب زحمة سير، الأب دوبه يلحق يوصل أولاده على المدارس ويلحق على شغله. فإذا حلينا هالإشكالية وعدلنا بس بنصف ساعة لمواقيت المدارس ومواقيت الموظفين، بنكسب نحن التوقيت الصيفي، إيجابيات التوقيت الصيفي، ومنحل عدة مشاكل سوا بس بهالحل. طيب كيف نحن بنقدر نعمل هالشي؟ بكل بساطة منجيب بيانات من وزارة الكهرباء، من وزارة السياحة، ندرسها
وعلى أساسها بيطلع قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعديل أو عدم تعديل التوقيت. يعني أنت أعطيت لأ حل كمان لمشكلة عم بيعانوا منها كل الأهالي. يا دكتور خلينا نحكي كمان عن المناطق اللي ما فيها تغيير بالتوقيت، شو هي إيجابياتها وسلبياتها؟ كثير حلو. مثل ما نحن بنعرف أنه التوقيت الصيفي له إيجابيات وسلبيات والشتوي كمان. بالضبط. هلأ أول شيء بعد مدار السرطان وبعد مدار الجديد لا تغيير التوقيت على خط الاستواء، لا تغيير على التوقيت بكل بساطة، لأنه خط الاستواء دائما يتساوى الليل والنهار. إذا ما بين مداري السرطان والجدي ارتفاعا او انخفاضا هي اكثر دول تغير بتوقيتها. كان معظم دول العالم بتغير بتوقيتها، لكن بعد ما لاحظوا الايجابيات والسلبيات مثل ما تفضلتي زينب على موضوع تغيير التوقيت، لا مثلا مصر كانت تغير توقيتها هلا ثبتت على التوقيت الصيفي، روسيا كانت تغير توقيتها هلا ثبتت على التوقيت المعدل الصيفي. اليوم نحن بقيانين سوريا، العراق، الاردن مثلا، الاردن بتوقع السنه الماضيه ايضا لغى تغيير التوقيت. فاذا هالبضع دول هي اللي بتغير توقيتها، إضافة لبعض الدول اللي نحن عم نحكي بأمريكا، بعض الولايات وليس الدول، بعض الولايات بأمريكا، يعني مو كل الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط، مو كلها، بعض الولايات فقط تقوم بتغيير توقيتها. اليوم هالدول لا يتجاوز عددها 10 أو 15 دولة، معظم الدول ثبتت على توقيت محدد اللي هو التوقيت الصيفي للاستفادة، برجع بقلكم، من موضوع الطاقة. يعني اليوم نحن معظم حياتنا هي مدنية، يعني سواء بالمدينة أو بالأرياف، حتى بالأرياف صاروا يعتمدوا على المدينة، أسواق، مولات، أجهزة رياضة، حركة، كلها تعتمد على المدينة أو تعتمد على الأجواء المدنية. مشان هيك هذا التوقيت عم يكون مناسب أكثر لهذه الدول ولأولئك الناس. مشان هيك معظم هالدول ثبتت توقيتها على التوقيت الصيفي. هلأ نحن الدول الباقية عم نحاول نسعى أنه كمان يكون توقيتنا هو التوقيت الصيفي الموحد، ومنخلص من قصة بقى عدلنا التوقيت أو ما عدلنا التوقيت وإمتى، والناس بتضل متلبكة بتشرين الأول ومتلبكة بآدار تمام. فعلا اذا بنلاحظ حركه المواقع التواصل الاجتماعي طلعت اشاعه ببدايه شهر تشرين ان التوقيت الاسبوع القادم مبلش، هذا الكلام مو صح. نحن ثابت عنا انه بنهايه الاسبوع الاخير من تشرين الاول، بالجمعه الاخيره من الاسبوع الاخير من تشرين الاول. نحن اختارت رئاسه مجلس الوزراء يوم الجمعه تحديدا من الخميس للجمعه لانه عطله، مشان الناس ما عندنا عطله، نحن عندنا مشكله بالبيت. انتوا الله يعينكم، يعني عم شوف اخي رامي كيف قاعد وعم يعمل شغله، يعني بالطبع انتوا دائما ضغط شغل، الله يعطيكم العافيه. فهي مشكله انتوا حتعانوا منها لتتاقلموا، يعني يوم الجمعه انتوا دائما هو يوم الجمعه حتلاحظوا انه كيف حتفيقوا تعبانين تعبانين، لانه في يوم ساعه نوم راحت عليكم. هي المشكله اللي نحن عم نحاول ندقق عليها، هي احدى المشاكل اللي بتظهر معنا باختلاف التوقيت اللي هو الحاله النفسيه للانسان. يعني الإنسان أساساً ما كان في شيء اسمه تغيير توقيت. هذا تغيير توقيت نتج عن حرب عالمية، نتج عن حالة ما. معقول دكتور المنبه الفيزيولوجي له علاقة حتى بالساعات المتأخر اللي بتفيق في فيها الإنسان؟ 100% سالي، 100%. الإنسان ابن بيئته، فبالتالي تغيير النوم عليه، تغيير التوقيت، هذا كله بيأثر على حالة نفسية للإنسان، مو بس على الحالة الفيزيولوجية. بالضبط الحالة الفيزيولوجية عليها الحالة النفسية. يعني في ناس بتحسيهم بالشتاء بينبسطوا أكثر، بيرتاحوا أكثر، متأقلمين مع التوقيت الشتوي. أما الصيفي لا، بالعكس في ناس ما بتتأقلم مع التوقيت الصيفي. والإنسان نفسه لما يختلف معه التوقيت يختلف معه العقل الباطني، فبالتالي يختلف توقيت النوم عنده، فبتصير عنده التوازن مختل، فبيعاني من هالإشكالية، وبده يومين ثلاثة على الأقل هاي الإنسان الطبيعي لحتى ها يرجع يتأقلم مع التوقيت الجديد. وكلنا زينا بيفيق الصبح، يعني يقدر يفيق الصبح، وخصوصي إذا تأخر مثلا على شغله أو شيء، فهذا الشيء طبيعي يعني تماما، لأنه مشكلة عنده، بجوز دماغه الباطني ما يتقبل أنه التوقيت تغير. نعم. فيضل مصمم على التوقيت الماضي. دكتور خلينا نحكي لك عن على بما أنه عم نحكي على التوقيت الشتوي اللي بده يصير الجمعة الجاي إن شاء الله، يعني كيف متوقعين يكون هطولات الأمطار البرد السنة قبل ما نفوت بموضوع تاني؟ تمام. هلأ بالمختصر الموضوع الشتي هالسنة مثل ما عم نلاحظ لهلأ لساعتنا بالصيف، يعني صيف بين تشرين وتشرين صيف تاني. نحن نوهنا بلقاءاتنا الماضية أنه هالشتي غريب حيكون. السبب هو الاحتباس الحراري العالي، إضافة لهالشيء اللي عم لاحظوا على الشمس، زيادة البقعة الشمسية على الشمس. هذا يعني أنه نحن مثل ما قلنا سابقا وفق الدراسات العالمية أنه حيكون عندنا الصيف لساعته مستمر، الشتاء قصير وقاسي، لكن الصيف ممتد أكثر. حنلاحظ أنه الشتوية رح تكون ثقيلة لكن
قصيره جدا. يعني ممكن شهر 11 يكون كمان شو نسبيا فيك تقولي نسبيا، لكن بالنهايه تنخفض درجات الحراره، لكن ليس كما هو المتوقع. نعم. يعني ليس هو بتشرين الثاني راح تنخفض درجه الحراره راح تشعر بالبرد، بس مو مثل المعدل. وحتى حنلاحظ انه كميات الامطار والثلوج عند دائعه الثلوج راح تنزل لكن فترات محدده. هذا كله بسبب ما يعرف باسم الاحتباس الحراري، يلي الانسان كان عم يلعب بالنار مثل ما عم يقولوا بالفتره الماضيه، وهلا بلش يحرق اصابيعه. السبب تماما انه اللعب بنسبه غاز ثاني اكسيد الكربون مو لعبه سهله. هالانبعاثات الغازيه ما كانت لعبه سهله. الخطا الكبير اللي ارتكبه الانسان سواء بالتلاعب بالقطبين او بتلاعب بنسبه الثلوج او بالتجارب على المناخ او باطلاق المعامل والمصانع لغاز ثاني اكسيد الكربون، كلها هلا بلشت تظهر تاثيرها. نلاحظ انه 2015 و16 و17 ثلاث سنوات على التوالي سجل بالعالم اعلى درجه حراره بالعالم، مسجله اعلى درجه حراره مسجله صيفا. طيب هذا الشيء شو حيعمل؟ هذا الشيء رح يزداد ويزداد ويزداد لنصل لحاله انه الحراره ما عاد تحتمل الارض، فبنتحول من حراره الى عصر جليدي مصغر. عصر جليدي مصغر يعني عندنا دول كتير ما عاد نشهدها. يعني متوقع اذا استمر الوضع على ما هو عليه نيويورك لندن بعام 2050 تختفي من الخارطه. عم احكي كلام علمي ودقيق ومدروس، هذا كلام مو بس كلامي، هذا كلام جلساتنا بالامم المتحده باجتماعاتنا بمؤتمراتنا. اليوم صار العلماء عم يناجدوا السياسيين حرصا على المناخ الارضي، والا الكارثه كبيره. نحن مدارنا او موقع سوريا هي قلب العالم مثل ما بيقولوا على حوالين مدار السرطان، بالتالي تاثيرنا الاقل فعلا. لكن خلينا نطلع على الدول يلي قريبه من القطبين، هي تاثيرها الاكبر، هي اللي رح تغرق بسبب ذوبان الثلوج، هي رح تعاني اكثر ما تعاني من هذا الاحتباس الحراري. بالصين سالي يا زينب بحطوا شاشات بالطريق ليشوفوا الناس غروب الشمس. حلو. لانه ما في عندهم غروب من الدخان ومن التلوث. ما بيقدروا يشوفوا. بالمكسيك في اوقات محدده بالشهر بيحطوا عبوات الاكسجين، ما بيقدروا يطلعوا بدون عبوات اكسجين. هذا كله من التلوث من الاحتباس الحراري. فنحن مقبلين على كارثه حقيقيه ان لم يتم درء مخاطر هذه الفوضى المناخية. نعم. يعني دكتور محمد دائما أنت بتفيدنا بمعلومات هيك العالم بتستناها، معلومات ما الكل بيعرفها. بدنا نتشكر وجودك معنا، وإن شاء الله يا رب هيك اليوم بيستمتع العالم بنزول الشهب. تماما سالي. اليوم كنا نحكي تحت الهواء أنا وياك وزينب والأستاذ رامي أن اليوم في عنا هطل شهابي اسمه الجباريات نسبة إلى كوكبة الجوزاء أو الجبار. هذا الكوكب المشاهدة عنا اعتبارا من الساعة 12 ليلا، فينا اليوم نطفي أضوية البيت نطلع على السماء. أول شيء نعود عيوننا على عتمة حوالي 10 ربع ساعة، بعد الساعة 11 ليلا ونشوف ألعاب نارية بسيطة. بعد الساعة 11 ليلا اليوم واتمنوا كل العالم واللي عم يشوفونا امنيات حلوه وان شاء الله بتتحقق. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. يسعد صباحك زينب سالي. شكرا لك. هلا مشاهدينا بننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار اللي عم تشهد الساحه السياسيه مع زميلتي علا ابو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك زينب وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. عثرت وحدات الجيش العربي السوري على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والعبوات الناسفة بعضها إسرائيلي الصنع خلال تمشيط مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي. وأفاد أحد القادة الميدانيين بأن الأسلحة التي تم العثور عليها تضم عدة أنواع من ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وبعضها إسرائيلي الصنع، إضافة لمئات من القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف الناتو وعدة دول أوروبية وغربية. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة السورية الشرعية في حربها على الإرهاب ومواصلة العمل للقضاء على الإرهابيين في أقرب وقت ممكن وبذل أقصى الجهود لمواصلة مكافحة الإرهاب. وقال بوتين في كلمته خلال منتدى فالاداي الدولي للحوار الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية إن روسيا تواجه الإرهاب إلى جانب الحكومة السورية الشرعية ودول أخرى في المنطقة وتعمل على أساس القوانين الدولية.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوضع في سوريا يقترب من نقطة تحول حاسمة بشأن الانتصار في المعركة ضد الإرهاب. وقال لافروف خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو أنه بفضل جهود جميع أولئك الذين يكافحون داعش وجبهة النصرة أصبح ممكنا تحقيق الهزيمة على الإرهابيين في المناطق الرئيسية، معربا عن أمله في أن يكتمل العمل بشأن حل الأزمة في سوريا قريبا. في خبرنا الأخير، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي مع إيران. وقال ظريف في حوار مع شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن ترامب بإمكانه اتخاذ أي سياسة فهذا شيء يعنيه، ولكن ما دامت أمريكا تعمل في إطار القوانين الدولية فعليها أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، معربا عن ارتياحه المجتمع الدولي خلف الاتفاق. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك زينب. غرفة الأخبار أكيد مكملين بآخر فقرات من صباحنا، غير شان هلأ تالي رح نروح زينب للبشرة الصافية اللي تعتبر بتكون خالية من العيوب، هي حلم كل فتاة، حيث أنها تعتبر من مقومات الجمال التألق، وتختلف مقاييس العناية بالبشرة من سيدة لأخرى وذلك حسب حاجتها لهذا الشيء. العناية سالي لازم تكون على حسب نوع البشرة، لأنه كل بشرة عم تحتاج لعناية خاصة وغذاء خاص. لنحكي أكثر عن طرق العناية والعلاج بالبشرة، بصرنا نرحب بأرزو سمائية أخصائية عناية بالبشرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك، يسعد صباحكم كلكم. صباح الخير لك يا رب. أهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نحكي عن البشرة وأنواع البشرات، نعرف عنا بأنواعها. هلا في نحن طبعا عندنا 5 انواع من البشرات، عندنا البشره الدهنيه، البشره المختلطه والعاديه والجافه والطبيعيه. فاول شيء بالبشره الدهنيه، لما السيده بدها تعرف شو نوع بشرتها، كل ست طبعا لها بشره وبتختلف بشره السيده عن سيده اخرى. فلما بدها تعرف هي بشرتها شو هي، اول شيء بتطلع على وشها على المرايه، فبتشوف البشره الدهنيه بتتميز انه هي فيها دهن، فيها زيوت، فيها لمعه، بتلاقيها فيها مسام مفتوح واسع، بسور سوداء هي الزيوان، فهي بتكون بشره دهنيه على الاغلب وبتتعرض كثير لحب الشباب. وهي بس بتكون من افضل البشرات طبعا. ما بتعرف هذا الموضوع. ايوه، لانه ما بتشيخ وما بتتعرض للتجاعيد والتشققات. في عنا البشرة العادية، هي بشرة كتير حلوة، تكون مالسة وطبيعية ونضرة، بس للأسف بعض السيدات بتهملها، ما بتعتني فيها، بتقول إنه أنا بشرتي طبيعية وعادية خلاص ما بدها عناية، وإنما هي بالذات اللي بدها عناية كتير. عنا البشرة المختلطة، هي بين الدهنية والجافة، فبتكون عن طريق طبقة التيزون التيل، هي عن طريق الجبهة. نعم. والأنف والدقن، هاي على طول بتكون دهنية، أما دائر العين جافة والخدود جافة على طول. في عنا البشرة الجافة، طبعا على طول تلاقيها مقشفة جفافة بهتان باللون، هي بدها تكون صاحبتها كتير شديدة العناية فيها. هي ما بتعاني من الحبوب؟ لا، ما بتعاني من الحبوب أبدا، بس التشققات. أه. فيها تشققات نشفان وتجاعيد، وهي بتشيخ بسرعة، فبتكون صاحبتها بدها تكون كتير منتبهة لهذا الموضوع. وتكتر من شرب السوائل المائية مشان تعود الجفاف الموجود ببشرتها. طب أرزو، جايبتي لنا منتجات دعمك طبيعية. ايه طبعا طبيعية. وحكي لنا كل وحدة شو ممكن سيدة طبعا تستفيد منها. هلا طبعا كل بشرة بدها لوسيون معين. بالنسبة للبشرة الدهنية لازم يكون اللوسيون تبعها سائل ويكون قابض للمسام، يعني في شيء حمضي. فلذلك على طول السيدة لما بدها تستعمل لوسيون تغسل وشها الصبح، إن كان الصابون للبشرة الدهنية حصراً يكون سائل، ما بصير يكون لح صابون، لأنه البكتيريا بتتجمع عليه، كل ما غسلت ونظفت بتبدأ بترجع البكتيريا على الصابون، فلازم يكون سائل، هذا حصراً للبشرة الدهنية.
واللوسيون يكون قابض للمسام، يعني في مواد حمضيه مثل الليمون مثلا، مثل لبان الذكر. لبان الذكر هذا كثير ممتاز، السيده بامكانها تجيبه تساوي هي عندها بالبيت وتخلطه مع شويه ليمون وتحطه على بشرتها، فبيسكر لها المسام وبيعمل لها شد للبشره. بالنسبة للبشرة الدهنية الجافة بإمكانها كمان تعمل لوسيون لها من الزيوت، زيت اللوز الحلو بتخلطه مع شوية حليب وبتحطه على بشرتها، بيعطيها ترطيب وبيعطيها نضارة، بيرجع لها الحيوية للبشرة. بالنسبة للبشرة المختلطة بدها تكون كتير دقيقة السيدة، لأنه عندها نوعين من اللوسيون للطبقة الدهنية اللي عندها هي التيزون، وعندها لدوائر العين وعندها عند الخدود. لازم تستعمل شيء للبشرة الجافة، زيوت، لأنه البشرة الدهنية ما فيها تستعمل فيه شيء زيت أبداً أبداً. الكريمات بدها تكون فري أويل، يعني ما فيها زيت نهائياً. خلينا نحكي أرزو شوي عن البشرة المختلطة. قديش البشرة المختلطة بيعانوا الصبايا من إنه الاعتناء فيها، لأنه هي بتجمع بين البشرة الدهنية والبشرة الجافة؟ على طول بدها تكون الصبية اللي عندها بشرة مختلطة تنتبه باستعمال للزيوت. على طول يكون الزيت أو الكريم اللي بتستعمله داير العين هو كريم من النوع اللي فيه زيوت مرطبة لدائر العين، لأنه عنده هون في جفاف حيكون، إن كان دائر العين ففي خطوط هي بدها ترطبها مشان تفتح، وعندها عند الخدود كمان نفس الشيء. أما بالنسبة لطبقة الجبين والأنف والدقن هي كمان دهنية، فبدها تكون حاطط لها قابض مسام مثل الليمون مثلا، مثل اللبن، ماسكات اللبن مع الليمون، ماسكات اللبن مع العسل، هذا بينشفها وبيقبض المسام بيروح للمادة الدهنية عنها. طب خلينا حتى بأكلها بدها تنتبه كمان على هذا الموضوع. خلينا نحكي عن علاقة الغذاء بالبشرة كمان. طبعا أساسي علاقة الغذاء، لأنه كل شيء أنت عم تاكلي عم تفرزه بشرتك، يعني المعدة هي الوش عبارة عن مراية للي داخل المعدة. فمنلاحظ سيدات بتجي لعندك بتقلك أنا عندي حبة، أرزو رح نرح نكمل، لكن بس ننتقل لزميلنا أنس رمضان. اليوم الغرفة الفتية عم تطلق بحلب مسير سلام من شوارع حلب القديمة للجامع الأموي. تفاصيل أكثر معك أنس، يسعد صباحك. صباح الخير أنس، عم تسمعنا أنس؟ يعني أكيد سالي اليوم في مسير سلام من شوارع حلب القديمة للجامع الأموي، مرورا بخان الوزير وغيره من الأماكن. أكيد صباح الخير لكم، صباح الخير لكل مين عم شوف الإخبارية هلأ، تحديدا من مدينة حلب اللي عم تشهد هاي الاحتفالات، وتحديدا المؤتمر التاسع للغرفة الفتية الدولية اللي انعقد وتم الافتتاح يوم أمس على المدرج الشهير، المدرج الأثري، مدرج قلعة حلب. الاحتفال تضمن عدة عروضات، منها مولوية، منها طربية فنية، وكانت بمثابة افتتاح هذا المؤتمر التاسع. لحتى نعرف أكثر عن الغرفة الفتية وعن هذا المؤتمر اللي عم ينعقد بمدينة حلب بمشاركة من ممثلي الغرف بالمحافظات السورية وأيضا من بعض الدول العربية والأجنبية، رح انتقل فورا لنائر رحاوي الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية. خلينا نعرف أكثر عن حفل مبارح عن هذا المؤتمر تحديدا. أول شيء صباح الخير، تستضيف حلب في هذه الأيام المؤتمر الوطني للغرفة الفتية الدولية لسنة 2017. استضافة المؤتمر كان تحدي كبير لنا بغرفة حلب. بالسنة الماضية كانت حلب ترزح تحت قذائف وتحت دمار وتحت حرب. نحن قلنا أن الشباب الحلبي قادر يرجع يوقف على الرجلين. التصويت السنة الماضية كان لحق حلب باستضافة هذا المؤتمر، كان في إجماع من كل المحافظات السورية أنه حلب قدرانة تستضيف المؤتمر. اليوم مبارح كان الافتتاح وبداية فعاليات المؤتمر، بلشنا افتتاحنا بقلعة حلب بحضور جماهيري ورسمي. كان في أكثر من 5000 شخص. تماماً، كان في أكثر من 5000 شخص. كان في أعضاء للغرفة المحلية من كل المحافظات، أجوا غرفة دمشق، غرفة اللاذقية، غرفة طرطوس، غرفة السويدة، غرفة حما وغرفة حمص، كانوا معنا موجودين. أطلقنا الفعاليات الافتتاح تحت كلمة حلب قيامة المجد. نحن بحلب من آمن أنه المجد والتاريخ والحضارة والعراقة اللي كانت
في حلب مستحيل تموت، رح نرجع في نوقف على الجنة. هي رجعة والافتتاح بقلعة حلب أكيد أجا بفضل تضحيات وانتصارات الجيش العربي. أكيد أكيد وأكيد، ونحن هون منحيي كل أفراد الجيش العربي السوري، منحيي شهدائنا اللي لولاهم ما كنا وصلنا لهذا المحل. في يوم من الأيام كنا نحن اللي عايشين بحلب عم نسأل عجب رح نرجع ندخل على القلعة، عجب أولادنا في يوم من الأيام رح يرجعوا نمسك إيديهم ونقول لهم هي قلعتكم. مبارح رجعنا دخلنا قلعة حلب، شباب الحلبي دخلوا قلعتهم والشباب السوري دخلوا على قلعة حلب، حسينا ببهاء أو فخامتها، وحسيناها هي عم تستقبلنا وبتقلنا أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. رح ننتقل لشيء تاني، كتير ناس وكتير شباب بداخل سوريا بيسمعوا الغرفة الفتية الدولية GCI. خلينا نحكي شوي عن مشاريع GCI على صعيد حلب على أقل تقدير. تمام، خليني أقول لك أول شيء، GCI الغرفة الفتية الدولية هي منظمة تطوعية موجودة من أكثر من 100 سنة، تضم شباب فاعلين. الفكرة الأساسية هي خلق مهارات قيادية لدى الشباب. اليوم بالظروف اللي مرينا فيها الشباب في كثير أفكار مشتتة، في كثير أفكار كانت عم تاخذهم لمحلات. GCI عم بتحاول أنه توجه فكر هذا الشباب لشيء اسمه عمل، لشيء اسمه بزنس، لشيء اسمه إدارة، لشيء اسمه قيادة، لشيء اسمه قيادة مجتمعية لازم يكونوا فيها. بحلب سكرت GCI أو أوقفت أعمالها من سنة 2012، رجعنا لكن الشباب استمروا، شفناهم بمؤتمرات دولية. تمام، شبابنا كانوا عم بحضروا مؤتمرات دولية، عم برفعوا اسم بلدهم، عم برفعوا علم سوريا، ارتفع بكندا، ارتفع باليابان، ارتفع بالهند، وآخر شيء هلأ من كم شهر كنا في تونس عم نرفع العلم السوري ونقول نحن موجودين، نحن الشباب السوري قدران يمثل بلده. وهلأ عم نستضيف المؤتمر الوطني. مشاريع GCI بحلب كثيرة، ببداية العام بالشهر الثالث كان في مشروعنا الكبير آمن بحلب، واللي كان دعوة لكل السوريين وكل الحلبية اللي تركوا مدينتهم مجبرين بعد ما تحررت حلب، بعد ما رجعت حلب لأهاليها، أنه يرجعوا ويكون لهم إيد في إعادة إعمار هاي المدينة. تمام أستاذ نائل، هلأ بعد شوي في مسير للسلام، شو الرسالة اللي حابين توصلوا من خلال هذا المسير؟ نحن بالغرفة الفتية الدولية عالميا في حملة كبيرة على مستوى العالم تتحملت 122 دولة اسمها السلام ممكن، Peace is possible. فاليوم نحن بحلب عم نعمل مسير للسلام، رح يكون بالمدينة القديمة بالجامعة الأموي خان الوزير ولقلعة حلب، لنوصل رسالتنا لكل العالم، لكل GCI الانترناشنال بال 122 دولة، انه نحن منعلم العالم ايش يعني السلام، نحن منطلق السلام ونحن قد هي الكلمة. الرئيس المحلي نائل الرحابي، شكرا لانضمامك معنا. كمان رح اخذ شباب، يعني شو هي الإضافة أنه هذا المؤتمر انعقد اليوم بمدينة حلب؟ شو الخصوصية بالنسبة لكم؟ اليوم نحن بمدينة حلب لأنه هي نعرق المدن اليوم موجودة بسوريا. الضغوط والشيء اللي صار مدينة حلب كان مر عليها ظروف أقصى من أي محافظة تانية، أقصى من أي مدينة تانية. الشباب الحلبي اليوم أثبت لكل العالم أنه هو شباب مستعد للمستقبل وعم يشتغل لبكرة. اليوم قوة وشجاعة أهل مدينة حلب كتير مهمة. اليوم إذا نمشي بشوارع حلب القديمة منشوف قوة عودتهم للعمل مرة تانية، وكيف إنه عم بيرجعوا يبنوا من جديد خلال فترة كتير ضئيلة. كمان عم نحكي عن المؤتمر وعم نحكي بعد شوي على مسير السلام، شو حابين تقولوا من خلال هذا المسير؟ صباح الخير. مسير السلام، نحن بنحب نوجه رسالة سلام من حلب، من قلب سوريا، من رئتين اللي هي بتنفس فيها سوريا. بنوجه رسالة سلام للشباب الحلبي إنه بالفعل حلب قادرة، رح نرجع نبنيها ورح نرجع نعمرها بإيدينا إن شاء الله. دانيا تكوني معنا، أنت آخر حدا، كيفك؟ صباح الخير. تمام، صباح النور. كيفك أنت منسقة الإعلامية للGCI بحلب؟ أدي اليوم مهم انعقاد هذا المؤتمر التاسع بحلب. أول شيء بتجع أهميته خاصة بعد كل الظروف اللي مرقت فيها حلب، فنحن كان كتير حبينا أنه يبدأ من هون لنأكد العالم أنه نحن رغم كل اللي صار بشبابنا وشعبنا نحن قادرين أنه نحن نرجع نكمل، نرجع نوقف على رجلينا وبكل مثل ما كنا وأكثر وأحسن إن شاء الله. شكرا لك. يعني مثل ما شفنا هذا هو الشباب السوري، راح اذا في حدا. اوكي، مرحبا، صباح الخير.
كيفك؟ يا هلا، يا هلا وسهلا. هي حلب شو بتعني لكم اليوم حلب؟ حلب بتعني لنا بالاخير، يعني حلب لي شخصيا بتعني لي كثير. انا دارس بحلب 10 سنين ما كنت عم بجي على حلب، هلا اول مره بجي على حلب، يعني كثير بالنسبه لي كان شعور رائع. طبعا اكيد اكيد، وخاصه امبارح قلعه وهيك، يعني كان رجعتنا حلب اللي بنعرفها. شكرا لك، واهلا وسهلا فيكم كل السوريين من كل المحافظات السوريه اللي اجتمعوا امبارح واليوم واكيد بكره خلال هذا المؤتمر بمدينه حلب. الخصوصيه انه مدينه حلب رح تعيش بعد ايام قليله الذكرى الاولى لتحريرها من الارهابيين بفضل انتصارات الجيش العربي السوري. بالتاكيد حلب هي مكان للسلام، مكان للامان، بفضل الامان اللي صار بهي المدينه وتحديدا مدينتها القديمه، اللي رح نشوف من خلال التقارير القادمه كيف انعقد المؤتمر التاسع للجي سي اي بمدينه حلب، وكان العنوان الابرز حلب قيامه المجد. رح ارجع لكم لاستديوهاتنا بصباح نعم اناسه. بالختام بدي اشكرك، يعني هلا رح يبلش مسير السلام من شوارع حلب القديمه اناس، طبعا هذا المسير لهي المدينه او المحافظه العظيمه اللي كانت درس وتجربه غنيه بصمود السوريين. اكيد بنذكر انه كمان الغرفه الفتيه يمكن سالي عقدت مؤتمر بمدرج قلعة حلب بقيامة المجد، عنوان قيامة المجد لمحافظة حلب اللي هي مثل ما قلنا نموذج عن الصمود أكيد. وملحمة من ملاحم أبطال الجيش العربي السوري. أكيد زينب، بدنا نوجه تحية لكل أهلنا بحلب، وإن شاء الله يا رب مسير النصر لكل سوريا. شكرا. رح نكفي معك أرزو، نحن حديثنا حول البشرة بعد ما كنا بحلب. الحمد لله، الله يسر لهم يا رب. إلهي ألف مبروك لإلهم. تسلمي يا رب. خلينا نحكي كمان عن علاج البشرات في حال مثلا أصيبت نوع من أنواع البشرة بشيء معين كحب الشباب، أو أحيانا تعاني البشرة من طفح جلدي، حساسية، بقولوا شره أحيانا، كيف يتم علاجه باختلاف أنواع البشرات؟ تمام. هلأ بنبدأ أول شيء بالبشرة الدهنية، هي اللي بتعاني كثير من حب الشباب. هي أول شيء تبع نظام حمي قاسي، بده يدرب المعدة على أكلات معينة، كل شيء أكلات زيوت مقالي مثل ما بنحكي عليها. الغذاء له علاقة بالبشرة؟ إيه طبعا أكيد. هلا مثلا مثل البشرة الدهنية لما بده يكتر أكل، خصوصا إذا شاب طالع له حب شباب وعم يعمل أكنة حافر ومقيع، هذا أول شغلة بده يمتنع عنها الزيوت، المقالي، البيتنجان، البطاطا، الزهرة، الشاورما. بتعرفي انت الشباب روح عندهم شاورما يعني ما بيقاوموها، بس بده كثير يمتنع هدول الشغلات لفتره معينه. بده ياخذ معقمات للبشره، بده يعمل تنظيف بشره على طول، وبده يضطر يعمل ليزر. الليزر كثير بيساعده انه يسكر له الحب اللي كان موجود ويحرق له اياه ويروح له الماده الملتهبه بالحبه الموجوده بوشه. هذا بالنسبه للبشره الدهنيه. البشره الجافه لما اكيد على طول بتتعرض هي لشره، هي نقص مي، بيقولوا لها حزازة، فبتكون هي نقص المي، نقص فيتامينات، نقص بروتين. فلذلك على طول أنا بنصح أي سيدة تعمل تحاليل على طول، أو أهم شيء فيتامين دال، معاينة فيتامين دال بالبشرة، لأنه أغلب الستات عنا في عندهم نقص بهذا الموضوع، حتى ما يطلع لهم بقى تصبغات. هلأ بتلاقي ست عندها تصبغات بقى بتستغرب إنه من شو بيكون نقص بفيتامين دال، بمجرد ما تعود فيتامين دال بتلاقي عم تراجع البقع الموجودة بوشها. بالنسبة للبشرة المختلطة كمان هي كثير تكون منتبه كمان لغذائها، تكثر من مادة العصير لأنه بينشف المادة الدهنية الموجودة بوشها، بدها تكثر من المي. السوائل كثير بتساعد إنه تروح المواد الدهنية وبتنظف الجسم من السموم الموجودة داخلها. فلذلك بنصح أي سيدة أول ما تفيق الصبح تشرب كاسين مي فاترة، بتنظف كل شيء بجسمها. هلا في ناس تقول لك لا ما بقدر، لا بدها تحاول لانه كثير مفيده المي تشربيها على الريق. طبعا حسب العاده، اول يوم مثلا تشرب نص كاسه، ثاني يوم كاسه، يعني تعود جسمها على هذا الموضوع. حبه تخلطه مع معلقه عسل كمان منيح، معلقه كركم كثير مفيد الكركم، زيت بزر الكتان ممتاز. يعني في شغلات كثير عندنا بالطبيعه بتساعد وبتعالج نفسها بنفسها. نعم. فإذا انتبهت السيدة على هذا الموضوع كثير تستفيد. أكيد نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وإن شاء الله هيك منفصل بالحلقات الجاي أكثر عن الأغذية والعلاجات والماسكات الطبيعية لكل بشرة. شكرا لوجودك معنا. الله يسلمك. طبعا أكيد، وأكيد حيكون لنا حلقات ثانية نستضيفك فيها نحكي أكثر بالتفصيل عن البشرة.
شكرا لك. أكيد سالي لهون بتكون وصلت محطاتنا للختام اللي ضمنت محطات عديدة عن الأنشطة الثقافية والفنية اللي عم تشهدها نبض الشارع السوري. لكل المواضيع اللي بتحبوا أنه نسلط الضوء عليها بإمكانكم مراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، وموعدنا كل يوم بتجدد الساعة 9 صباحا. طبعا أكيد تحيتنا الختامية لرجال الله في الميدان أبطال الجيش العربي السوري، دائما نقول الشفاء للجرحى والرحمة لشهدائنا الأبرار. جمعة مباركة وباي باي. يعطيك العافية سالي. يعطيك العافية يا زينب. بنتمنى نكون قدرنا نحقق خلال مشوارنا الصباحي معلومة أو فكرة جديدة بتفيدكم بحياتكم. أكيد لتطلعوا على آخر الأخبار وأبرز الأحداث وبرفقة شاشة الإخبارية السورية بتغطياتها على مدار الساعة. لكل حدا حابب يشاركنا بفكرة ما لكم إلا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. الرحمة لكل شهداء سوريا مدنيين وعسكريين. كل التحية لكم. إلى اللقاء.